سيادة اللواء الأستاذ أسامة يونس، الأستاذ ممدوح كنافة، فضيلة الشيخ عماد الشافعي، المهندس عادل إسماعيل حمادة، السادة مجلس إدارة نادي الصفوة، السادة مجلس إدارة الجالية السودانية بالعاشر من رمضان، وشكر خاص للأستاذ الإعلامي بهاء عيسى حضوراً مميزاً من قناتي النيل الأزرق والشروق، والتحية أيضاً للفنان الكبير عبود صالح، والتحية للعازف عاطف ريحان، التحية لأبناء الجالية السودانية بالعاشر من رمضان. الحضور الكريم الأنيق، أهلاً ومرحباً بكم في هذه الاحتفالية التي نحتفل بها مع أشقائنا المصريين بالذكرى 45 على انتصارات أكتوبر المجيدة، مع كلمة العاشر ويقدمها الأستاذ إبراهيم أحمد عز الدين. ونحن في الجالية السودانية بمدينة العاشر من رمضان نهدف في مثل هذه اللقاءات لتجزير هذه العلاقات، لبناء هذه العلاقات مع إخوتنا المصريين الذين يحتوون ونحن بينهم لا نشعر بغربة أو بفراق أهل، إنما نحن وسط أهلنا وبين عشيرتنا. فالتحية لكرمكم أيها المصريون، والتحية لأخلاقكم أيها السودانيون ذوي البشرة السوداء والقلوب البيضاء التي دائما ما تحافظ على موروثاتها وعلى علاقاتها بالآخرين. اللواء الدكتور أسامة، فمجرد ما احنا فتحنا النار على اللواء المدرع فوجئنا بأن اللواء كله رجع ورا، ما قدرناش نفتح على حاجة اسمها استطلاع يبقى قدام اللواء كراس كده يكتشف الطريق. فلو احنا ضربنا عليه الجسم ده ممكن يدمرنا في نص ساعة، في ربع ساعة. انا يهمني ان انا اوقفه، فخليت مجموعة الاستطلاع دي عدت. انا كنت قائد سرية في ذاك الوقت، تمام، فقلت لا اعدي انا مجموعة الاستطلاع ديت، بيبقى بينها حوالي نص كيلو. الشاعرة نجوى المصري، نرحب بيها. ابويا زمان كان قال لي المسجد لله بيت، لو دخلت اكون حافية والراسي انا غطيت، وعدي عليه سكتة وصوتي اكون وطيت، وساعة المدفع على كوباية مية جريت، اروح افطر معاه حتى لو سبقته وتعشيت، معاه لعبت، معاه فرحت، معاه حزنت وتربيت، ولا المسحراتي وصحى يا نايم اقوم اكل حتى لو ما كنتش صايم، كلنا واحد مع اختلاف لون العمايم. لون الغد الساهي المظهر في افريقيا ونورنا اخضر، لون الغد الساهي المظهر يا أفريقي ونورنا أخضر، السودان شباب الأصفر للأحرار في كل مكان، أحب مكان وطني السودان، أحب مكان مصري والسودان. شاهد على هذا الكلام وأنا مشارك فيه. كان الحرب اللي مارسناها من 67 ل 73 اللي هي كان تسمى حرب الإرهاق أو حرب الاستنزاف، كان يشارك فيها بجانب الجندي المصري الجندي السوداني والجندي العراقي والجندي الجزائري والجندي السوداني والجزائري والعراقي والمصري، كان كلهم مع بعض، وأنا شخصيا كنت ضمن سلاح مدفعية الميدان، وكان
كان الكتيبة بتاعتنا كان اسمها كان تسليحها هاوتزر 155، ودي كانت بداية الخدمة على الجبهة، كانت في مدينة أبو سلطان اللي أو قرية أبو سلطان اللي على الضفة الغربية لقناة السويس. تحت شعار تضامن وحدة تكامل كانت هذه فعالية احتفال الجالية السودانية بالعاشر من رمضان في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، تضامنا مع الشعب المصري واحتفالا بنصر أكتوبر المجيد. كنا معكم من العاشر من رمضان وهذه الأمسية، ودمتم في أمان الله. ناريما بابكر، القاهرة. لألو مرحبا.